السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من التلفزيون المصري قنوات النيل التعليمية وبرنامج في بيتنا مدرسة. النهاردة احنا بنتكلم على حاجة متعلقة بالأمن والصحة والسلامة المهنية. بنتكلم على المخاطر في مكان العمل. أماكن العمل فيها العديد من المخاطر اللي ممكن الكثير مننا وهم متواجدين بالعمل ما يلحظوش ان في اشياء حواليهم بتكون سبب في الاصابات وفي ان هم ممكن يتعرضوا لحوادث. يعني الحلقه تعتبر تعريفيه بايه المخاطر اللي ممكن تكون متواجده في مكان العمل علشان نقدر اننا نحاول ان احنا نتلاشاها ونتخذ كافة الإجراءات السليمة عشان نقدر إن احنا نقي أنفسنا ونقي الغير مغبة هذه المخاطر. أول حاجة بنتكلم عليها في المخاطر اللي موجودة في مكان العمل، كنا يمكن أفردنا حلقة سابقة عن المخاطر الكيميائية. النهاردة بنتكلم على المخاطر الفيزيائية وبنتكلم على عدد من المخاطر الأخرى. هنبص على الشاشة. أول حاجة في عندي الخطر الفيزيائي. الخطر الفيزيائي بيشمل الضوضاء والاهتزاز والإضاءة والحرارة، أيضا بيشمل الكهرباء الديناميكية والاستاتيكية والرطوبة والبرودة والتهوية والضغط الجوي والإشعاع والانفجار. كل دي بتشكل اللي هي المخاطر الفيزيائية. الضوضاء بنقدر ان احنا نستعمل لها السدادات الاذن المانعة اللي هي الموجات الخاصة بالضوضاء. في عندي الاهتزازات بنستخدم لها قفازات بتبقى مبطنة بطريقة معينة عشان تمتص قدر كبير من الاهتزاز اللي الجسم بيتعرض له. وفي هذه النظارات اللي احيانا بيلبسها قائد السيارات بالليل عشان تحد من تاثير الاضاءه على عيونهم وهم سايقين في الانعكاس الضوئي اللي جاي من الطريق المقابل. دي ايضا بتستخدم للتقليل من مخاطر الاضاءه في اماكن العمل. والخوذه طبعا كلنا عارفينها انها بتقي من مخاطر سقوط اشياء ثقيله على الراس، وايضا بتعمل عملية تهوية حوالين الرأس، وفي نفس الوقت برضو بتمنع الشمس وبتحد من درجات الحرارة يعني حوالين الرأس، لأن في ما بينها وما بين الشعر أو ما بين الجمجمة نفسها فراغ معين بيبقى في فتحات. الفتحات دي بتؤدي لدخول هواء، الهواء ده بيعمل عملية تبريد للرأس ما بين الرأس وما بين قمة الخوذة. أول حاجة هنتكلم عليها من مخاطر العمل الضوضاء. الضوضاء بتقاس بوحدة دولية تسمى الديسيبل، ومعايير التعرض للضوضاء في ناس كتيرة قوي يعني احنا عندنا هنا مش واخدين بالهم من خطورة الضوضاء. الضوضاء يعني تعتبر هي الحدود التي يمكن للإنسان الطبيعي انه يعمل بها دون ان تترك تاثيرات صحيه سيئه على السمع. وفي جدول للحدود دي. الجدول التعرض للضوضاء يعني لو مستوى الضوضاء 90 ديسيبل اقصى فتره ممكن اتعرض ليها 8 ساعات، 95 4 ساعات، 100 ديسيبل ساعتين، 105 ساعه واحده. أكتر من كده ده هيعمل تأثير سيء جدا جدا على الجهاز السمعي للإنسان. يبقى إحنا بقى يعني بنشوف في بعض الأماكن إن هم مثلا بيشغلوا الأغاني بصوت مرتفع جدا جدا، زي الأماكن اللي هي مثلا السيارات اللي هي بتعمل عملية نقل للعمال، ودي طبعا من الحاجات اللي هي الخطيرة. او في مكان العمل نفسه حد يشغل كاسيت ويعلي الصوت على الاخر،
برضو ده من الحاجات اللي هي برضو الخطيرة بجانب مخاطر أصوات الماكينات نفسها يعني. طب إيه هي التأثيرات الصحية للضوضاء؟ التأثيرات الصحية أو تأثيرات الضوضاء على الصحة، أول حاجة بتعمل فقدان للسمع مؤقت أو دائم. تاني حاجة تعمل يعني برضو تأثير على نفسية العامل وسلوكه، يعني ممكن بتعصبه شوية، ارتفاع نسبة الضوضاء ممكن يعني تؤثر على تجعله أكثر عدوانية. برضو بتؤدي لاضطرابات النوم. وبرضو في بعض الدراسات أكدت على إن في تأثير للضوضاء على ارتفاع ضغط الدم وإمكانية تأثر القلب من جراء الضوضاء. طيب السيطرة على الضوضاء. السيطرة على الضوضاء بيبقى اختيار التصميم الصحيح للمكان. يعني أحيانا بنلاحظ إن في بعض الأماكن الأسلوب أو اللي هو الأسلوب المعماري أو التصميم المعماري للمكان بيجعل الصوت يسري في المكان مهما كان صوت قليل، يعني بيبقى فيه ممرات كده مستقيمة في المكان فالصوت بيسري في المكان، فبرضو الحوائط والجدران بتحد من الايه الضوضاء. في ان انا ابطن المكان بتاع العمل اللي هو بيصدر عنه كم كبير من الضوضاء، ابطنه بمواد مصل الضوضاء. يعني ايه هي المواد اللي هي المصل الضوضاء دي؟ ببطنه مثلا يعني احيانا بتوصل 30 40 سنتي تبطين للحجرات زي الاستوديوهات، وزي استوديوهات التصوير واستوديوهات التصوير التسجيل الصوتي احيانا ببطنها بالخشب وفوم وفايبر جلاس ومجموعه مواد مبطنه كده، دي تقعد تمتص الصوت لغايه ما زي والسينمات بتبقى فيها الجزئيه دي. وطبعا بستخدم ادوات الوقايه الشخصيه زي اللي موجوده في الصوره دي، ان العامل نفسه يرتدي يعني حاجه يعني بتمنع الضوضاء عن طبله الاذن. من برضو المخاطر اللي هي الطبيعيه في مكان العمل الاضاءه. الاضاءه هو المستوى المنسوب الضوئي الساقط على سطح ما، اي مصدر اضاءه، وحدة القياس بتاعته اللي هي اللوكس. طب ايه التأثيرات الجانبية للإضاءة؟ الإضاءة لها تأثيرات سواء كانت أعلى من المستوى المطلوب أو أقل من المستوى المطلوب، لأنها لو أعلى من المستوى المطلوب طبعا بتؤثر على العين وبتؤثر على الرؤية وبتعمل نوع من الزغللة وبتضعف البصر، ولو أقل من المستوى المطلوب بتعمل نفس اللي احنا قلناه ده. فتأثيرات بتاعتها الإقلال من إنتاجية العامل، يعني مش حاسس براحة لأنه هو عمالي بيدقق قوي بعينيه فبالتالي نظره عمالي يضعف، أو الإجهاد العيني وده بيؤدي دايما لصداع وألم في الرأس نتيجة الجهد الكبير اللي بتبذله العين سواء لمقاومة الإضاءة العالية أو مقاومة الإضاءة، يعني أو يعني مش مقاومة اللي هي معادلة الإضاءة الايه الأقل أو المنخفضة. طيب ايه مهام العمل اللي بيبقى فيها أهمية لأن مستوى الإضاءة يكون مظبوط؟ طبعا زي الأعمال الكتابية مستوى الإضاءة المطلوب 500 لوكس على الأقل، المكوى والتجهيز نفس القصة، أعمال الحياكة الخياطة تحتاج مستوى إضاءة أعلى، الفحص والجودة يحتاج مستوى إضاءة أعلى. لازم ننوه برضو إن الإضاءة سواء كانت عالية أو سواء كانت منخفضة فهي ليها تأثير يعني غير جيد على الجهاز البصري. نيجي بقى من اللي هي برضو المخاطر في مكان العمل الطبيعية أيضا، الاهتزازات. الاهتزاز يؤدي إلى تذبذبات المادة حول نقطة أصلية. بمعنى إيه؟ شايفين الصورة اللي موجودة قدامنا دي اللي هو الراجل اللي ماسك
اللي هو نوع من انواع اللي هو الشنيورات اللي هي بتهتز عشان تشيل طبقات الارض او الاسفلت. طبعا دي بتعمل ارتجاج في الجسم قوي، هو ماسكها بايده وهو عماله تهتز تطلع وتنزل، بتاثر على الجهاز العصبي، وبتؤثر مش بتاثر على الجهاز العصبي في الايد بس، بتاثر على الجهاز العصبي كله. اولا الاهتزاز بيدخل الجسم عن طريق الايدي من المخارط او الفريزات، عندما تهتز القطعه المشغوله او الاله فقط بيد العامل، وده بيكون له تاثير على جسم العامل كله لما يستند العامل على ارض مهتزه زي كرسي على آلة تصدر اهتزاز مثل الآليات بكافة أنواعها، والعمل جنب بعض الآلات كالمطارق الهيدروليك. المطارق الهيدروليك أخطارها عالية جدا فيما يتعلق بالاهتزاز، ومع الوقت يعني بتؤدي لأمراض عصبية خطيرة، فلذلك بيبقى فيه بعض اللي هي يعني ملابس الوقاية اللي بتحد من تأثر الإنسان بالاهتزاز. واللي بيشغل في مهنه بيكون فيها بيتعرض للاهتزاز فتره طويله بيحاول ان هو يبتعد عن المهنه دي، يعني قبل سن الـ40 ويدخل في مهنه تانيه عشان ما تاثرش عليه وعلى اللي هو الجهاز العصبي بتاعه. حدود اللي هو اللي ممكن يتعرض لها الايد في اليوم للاهتزاز وفقا للي هي مقياس قياس الاهتزاز، يعني من 4 ل 8 ساعات في المستوى ميم فاء تربيع، من 2 ل 4 ساعات في مستوى 6 ميم ساء تربيع، من 1 الى 2 ساعه في مستوى 8 ميم ساء تربيع، ومن 1 ساعه في مستوى 12 ميم ساء تربيع. ده اللي هو مقياس الاهتزاز. طيب ايه التأثير بتاع الاهتزازات على الانسان؟ تأثر الروابط الفقرية، العمود الفقري، الاثر الشديد على العمود الفقري والاعصاب. لما العامل بيتعرض لاهتزاز بيتراوح ما بين 4 الى 5 هرتز. تأثر الاحشاء الداخلية بالاهتزاز على كامل الجسم، الاهتزاز يتراوح ما بين 4 الى 5 هرتز، وتتأثر جمجمة عند الوصول للاهتزاز يتراوح ما بين 20 الى 30 هرتز. ايضا بيؤدي الى اضطرابات في الاوعية الدموية، بيتأثر العمال اللي بيمسكوا بأداة مهتزة، وخاصة اذا تجاوزت فترة مسك القطعة لاكثر من 15 دقيقة بدون راحة. بتتأثر العظام لأن الاهتزاز بيؤثر على العظام والمفاصل ويضعفها، وخاصة عظام المفصل لدى التعرض لاهتزاز الأيدي. برضو اضطرابات عضلية نتيجة الجهد اللي بتبذله العضلات للسيطرة على القطع المهتزة، وتأذي الأنسجة الرقيقة في العضلات. طيب ازاي ان انا اعمل عملية سيطرة على الاهتزازات؟ أول حاجة الاعتماد على مخدات الحركة الجيدة جيدة النوعية لتخميد الاهتزاز على كامل الجسم. يعني مخدات الحركة دي ممكن تكون إما في المعدة نفسها أحيانا، يعني عشان تقلل نسبة الاهتزاز اللي بيوصل لإيد العامل، أو إنها تكون في المكان اللي واقف عليه العامل، أو تكون في القفازات فيها مخدات معينة عشان برضو تمتص شوية من الاهتزاز بتاع الأداء اللي ماسكها العامل. برضو لابد ان احنا نعمل صيانة مستمرة للعدد والأدوات لضمان انها تشتغل بشكل كويس، مما يخفف مخاطر الاهتزازات. طبعا استعمال قفازات واقية ذات نوعية جيدة يخفف من تأثير الاهتزاز على الإيد. لما ما نقدرش نتمكن من تخفيف الاهتزاز يبقى نحاول ان احنا المكان يكون مكيف في درجة حرارة ورطوبة مثالية عشان
يعني تريح الجسم الى حد ما شويه، او ما يرفعش ضغط الدم، وجود فترات راحه كافيه ما بين اوقات العمل بعد التعرض ل او استخدام اله من الالات اللي هي بتكون فيها يعني او بتؤدي للاهتزاز، اجراء بعض الحركات الرياضيه الخفيفه للجزء المعرض للاهتزاز، يعني اعمل شويه تمرينات كده لايدي، اعمل شويه تمرينات للاماكن اللي هي متعرضه للاهتزاز في فترات الراحه ما بين استخدام الاله او المعده او عدم استخدامها. نيجي ل برضو يعني احد المخاطر اللي هي بتبقى موجوده في مكان العمل، اللي هي المخاطر المتعلقه بدرجه الحراره. كل دي مخاطر طبيعيه زي السخونه او البرود. طيب ايه هي الحراره؟ طبعا احنا عارفين كلنا ان الحراره شكل من اشكال الطاقه، وبينتج في مكان العمل او في بيئه العمل يعني حراره من مصادر طبيعيه زي اشعه الشمس، او مصادر صناعيه زي الافران وزي اللمبات وزي الكشافات. ولما بيتم تبادل الحراره بين هذه المصادر والاجسام الموجوده في حيز العمل بطرق تبادل الحراره المعروفه اللي هي اشعاع او توصيل او حمل، يعني ممكن يعني يبقى في مصادر حراريه خاصه بالاشعاع الحراري او التوصيل، او ان انا اشيل يعني حمل يكون يعني ساخن. يعني يتأثر التبادل الحراري بإيه؟ حرارة الهواء، سرعة تحرك الهواء، الرطوبة النسبية، والإشعاع. ودي حرارة الهواء طبعا كل ما كانت حرارة الهواء يعني مكان مكيف تكييف يعني كويس، في مكان زي الاستوديو اللي مليان كشافات، الكشافات دي ممكن انها ترفع درجة الحرارة في المكان، فطبعا كل ما كانت درجة الحرارة بتاعت الهواء أقل في مكان زي الاستوديوهات مثلا، كل ده ما بيعمل عملية تبادل وتعادل لدرجة الحرارة مع الأجسام اللي موجودة داخل المكان. برضو سرعة تحرك الهواء والرطوبة النسبية اللي موجودة في المكان، أيضا الإشعاع أحيانا ممكن تخف حدته شوية نتيجة حرارة المكان او يعني انخفاض الحراره في المكان، ودي بتسبب مقادير مختلفه من هذه العوامل، درجات مختلفه من الراحه او الانزعاج في للعاملين او المتواجدين في المكان. يعني مثلا العاملين في مجال الميديا والاستوديوهات والتصوير والاماكن المغلقه زي اللي احنا موجودين فيها، لو مفيش تكييف في المكان مع وجود الكشافات المسلطه على مقدم البرامج او مع المتواجدين داخل الاستوديو، طبعا ده هيعمل نوع من عدم الراحة او نوع من الازعاج للمتواجدين، وهيؤثر على تركيزهم وهيخليهم يعني مش قادرين ان هم يواصلوا او يستكملوا العمل بالصورة المثلى اللي المفروض العمل يطلع بيه. طيب لو الحرارة عليت بقى بتؤدي الى حاجه اسمها ضربه الحراره، وعكسها لو الحراره انخفضت بتؤدي الى حاجه اسمها قضمه الصقيع او قضمه الصقيع. لكن هنتكلم على الحراره العاليه، هي حاله تنتج عن تعرض جسم الانسان للحراره الشديده. طيب بتتلخص الاعراض بتاعتها بارتفاع درجه حراره الجسم الى مستوى عالي قد تصل الى 40 درجه مئويه. طبعا يبتدي الجسم عند 40 درجة مئوية دي يعني يبتدي ان هو العقل بيدي للأجهزة الحيوية شوية أوامر كده عشان يقدر ان هو يقاوم ارتفاع درجة الحرارة وينظم كل ده عن طريق خروج العرق. كمان بيعمل عملية حاجات طبيعية كده ربنا خلقها في جسم الإنسان، ولكن كل ما درجة الحرارة بتزيد عن 40 درجة بقى يبتدي يحصل جفاف ويحصل احمرار في الجلد، يبتدي يحصل صداع مع اضطرابات معوية في البطن، ممكن يحصل عند بعض الناس يعني اللي بيبقى موضوع الـ يعني مقاومتهم
ليه او مناعتهم ضعيفه شويه، يبتدي يحصل عندهم نوع من القيء او الاسهال، او اللي عندهم حاله مرضيه ممكن برضو طبعا بيحصل مع كثير او البعض من الناس وفقا لحالتهم الجسديه ووفقا لحالتهم المرضيه، ممكن ينتج اغماء في بعض الحالات. طيب ايه هو تأثير الحرارة على جسم الانسان عند التعرض للحرارة العالية او المنخفضة؟ فان الانسان يتعرض لاحدى الحالات المرضية الاتية. واحد، ممكن يحصل عنده اضطرابات نفسية وعصبية. يعني ممكن درجة الحرارة اولا لو قلت ممكن بتعمل صدمات نفسية، لو قلت، لو بدأت تنزل تحت الصفر والانسان مش مستعد ليها بوسائل وقاية معينة يبتدي يحصل عنده صدمات عصبية. برضو لو درجة الحرارة ارتفعت يبتدي الانسان بيكون زهقان، بيبقى حاسس كده يعني بان هو زي يعني بنقولها كده انت مش طايق نفسك، يعني يبتدي الانسان يبقى عصبي وممكن يبقى اكثر عدوانية. برضو الحرارة بتأثر على وظائف الجسم. انها بتعمل ايه؟ بتزود ضربات القلب، يعني كل ما بتزيد بتزود ارتفاع ضغط الدم. طبعا انخفاضها بيؤدي الى موت الاطراف، يعني انخفاض درجات الحرارة طبعا وارتفاعها، ولكن يعني موت الاطراف دي بالذات يعني مرتبطة قوي بالانخفاض اكتر من ارتباطها بالارتفاع. يعني برضو بتؤدي لتشقق في الجلد عند التعرض للبرودة الشديدة والمدة طويلة. يمكن أيضا أن يتم ذلك أو يؤدي لفقد الوعي أو الوفاة. وبتحصل ضربة حرارة للعاملين عند تعرضهم لإشعة الشمس المباشرة، ولذلك يجب إسعاف هذه الحالات بالتبريد وتعويض السوائل. يعني ممكن ان احنا نتكلم برضو على الحرارة واهميتها ونستكمل ده بإذن الله تعالى ان شاء الله بعد الفاصل. عدنا بإذن الله تعالى لنفس النقطة اللي احنا توقفنا عندها قبل الفاصل، وكنا بنتكلم على اللي هي المخاطر المتعلقة بدرجة الحرارة. وطبعا شرحنا ان المخاطر المتعلقة بالحرارة، احدى المخاطر الفيزيائية او المخاطر الطبيعية دي مش متعلقة بس بارتفاع درجة الحرارة، لكن ايضا متعلقة بانخفاض درجة الحرارة. وكان لازم ان احنا نتكلم على تأثير الارتفاع وتأثير الانخفاض ومخاطر ارتفاع درجة الحرارة ومخاطر الانخفاض، مخاطرهم ايه على الجهاز العصبي، مخاطرهم ايه على حالة جلد الانسان، مخاطرهم ايه على التركيز، على حتى الرؤية البصرية، لان ارتفاع درجة الحرارة برضو بيؤثر على الرؤية وبيضعف الرؤية، وانخفاض درجة الحرارة طبعا بيؤثر طبعا على كل العوامل الحيوية الموجودة في الجسم، تبتدي مقاومتها تقل ويبتدي الجسم الأطراف تتجمد، وبعد كده يبتدي يحصل ممكن يؤدي إلى طبعا فقدان الوعي في البداية، إلى فقدان القدرة على التنفس، ووصولا إلى أحيانا مع الحالات أو مع تعرض لدرجات حرارة عالية جدا أو تعرض لدرجات حرارة منخفضة جدا ممكن تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات. هنرجع تاني للشاشة بتاعتنا وهنشوف كيفية الوقاية من الإجهاد الحراري. كيفية الوقاية من الإجهاد الحراري، في عندنا التعرض التدرجي لبيئة حارة يؤدي إلى التأقلم. يعني أنا لما أعوز إن أنا إنسان هحطه في بيئة حارة ويبتدي درجة الحرارة، مثلا لو في مكان عمل ده أقدر أتحكم فيه في درجة الحرارة شوية. تعرض تدرجي يعني درجة الحرارة تزيد بنوع من التدرج، يبتدي الجسم نفسه يأقلم نفسه والعقل يدي للجسم ان درجة الحرارة بترتفع، يبتدي يحصل حالة تحسن في درجة التحمل. لكن لابد ان احنا نعرف ان الإجهاد الحراري
خطر بيشكل خطورة كبيرة بشكل خاص على الأطفال والمسنين والمصابين بالأمراض القلبية يعني الوعائية وأمراض الكلى والأمراض الجلدية. لابد إن احنا نطبق طرق للسيطرة الهندسية للوقاية من الإجهاد الحراري بما في ذلك الدروع والعزل والتهوية، يعني دروع بتعكس الحرارة أو بتمنع الحرارة أو بتعزل الحرارة، وبرضو عن طريق التهوية سواء كانت التهوية دي تهوية طبيعية أو تهوية ميكانيكية. برضو لابد الفحص الطبي الدوري ده ليه أهمية بالغة جدا عشان نقدر نعرف مين من العاملين في المكان عندهم القدرة إن هم يقاوموا الحرارة بأنواعها، ونعرف الاستعداد الجسدي ومدى قوة الجهاز المناعي لدى كل منهم وفقا ل يعني صحتهم أو وجود أمراض عندهم تكون أمراض تعتبر من الأمراض المزمنة. لابد إن احنا دايما يبقى في تعويض للسوائل المفقودة، والصوديوم ده في عند ارتفاع درجة الحرارة العالية الإنسان بيعرق وبيبتدي إن هو يفقد السوائل اللي موجودة في جسمه عن طريق العرق ويفقد الأملاح، وده بيؤدي برضو إلى خلل في الأعصاب. لكن برضو لابد إن احنا نعرف إن السوائل المفقودة مش في ارتفاع درجة الحرارة بس، في سوائل مفقودة في انخفاض درجة الحرارة، لأن مثلا تلاقي إن الإنسان مننا عند انخفاض درجة الحرارة يعني الكلية بتاعته بتضر يعني مية كتير، ويبتدي إن هو يحتاج لإن هو يعني يحتاج الحمام أكتر من مرة، وده بيقل السوائل بتاعته. خطورة الأمر ده إيه؟ وخطورة الأمر ده موجودة يعني في الشتاء بصفة خاصة. يقال إن أكثر الناس اللي بيتعرضوا للجلطات والعياذ بالله بيكون في الشتاء. ليه؟ لأن هو مش حاسس بالعطش، بيفقد سوائل كتيرة عن طريق الإدرار البولي، وهنا يبتدي إن هو الدم عنده يبقى السيولة بتاعته بتقل نظرا لأن هو يعني بيخرج مية وما بيشربش، فبالتالي بتحصل جلطات عن طريق ده. فلابد ان احنا نعوض السوائل سواء في درجات الحرارة العالية او في درجات الحرارة المنخفضة. برضو ان الملابس الوقاية بتفيد في بعض الظروف، لا دول دي مش في بعض الظروف بس، ملابس الوقاية بتفيد في كل الظروف، ملابس الوقاية من ارتفاع درجة الحرارة وملابس الوقاية من انخفاض درجة الحرارة، لانها بتخلي الانسان في حالة طبيعية جدا من جراء الملابس اللي هو بيلبسها اللي بتعكس ارتفاع درجة الحرارة أو بتدفي جسمه من انخفاض درجة الحرارة. لابد أيضا إن احنا نعمل عملية توفير لفترات راحة كافية للعمال يقضوها في بيئة مريحة أكتر، يعني العمال لابد من وقت لآخر ان هم طبعا بيبقى عندهم وفقا لخطورة العمل بتاعهم لابد ان هم ياخدوا فترات راحة في وسط اوقات العمل. ليه بياخدوا فترات راحة في وسط اوقات العمل؟ لان العمل بتاعهم المخاطر بتاعته اعلى، فلابد ممكن في بعض الاعمال بيدوهم فترة راحة بس في النص كده ساعة، لكن في أعمال أخرى ممكن يديهم كل ساعتين فترة راحة لمدة ربع ساعة، لأن هو بيكون محتاج ده عشان يطلع من المكان اللي هو فيه خطورة أو المكان اللي فيه إجهاد حراري، سواء كان الإجهاد الحراري ده موجود بارتفاع درجة الحرارة أو بانخفاض درجة الحرارة. كمان لابد ان احنا بقى برضو نتعرف على حاجة من الحاجات اللي هي مهمة جدا ان احنا نقي نفسنا منها في هذه الفترة من انتشار
وباء كورونا اللي هو الخطر البيولوجي. والخطر البيولوجي ده من المخاطر اللي هي اللي بتؤدي لإصابات، وبتؤدي ل يعني أشياء بتكون بتؤثر على حياة الإنسان قوي. طب إيه هو الخطر البيولوجي؟ وطبعا احنا كنا خدنا في حلقة من الحلقات اللي كانت بتتعلق باللي هي وسائل الإرشاد وعلامات الإرشاد للأخطار، خدنا العلامة اللي هي بتوضح ماهية ان المكان ده في مخاطر بيولوجية ولابد ان احنا نحافظ على نفسنا منها. لو بصينا على الشاشة بتاعتنا هنلاقي ان الخطر البيولوجي بيتعرض اكثر الناس المتعرضين ليه العاملين في المنشآت الطبية، والعاملين ايضا في المعامل الكيميائية. هم دول اكثر ناس متعرضين للخطر البيولوجي اكتر من غيرهم. ليه بقى؟ لان احنا لو بصينا على الشاشة عندنا هنا هنلاقي ان هم بيتعرضوا للكثير من المواد اللي هي بتعتبر فيها مخاطر بيولوجية كبيرة، زي النفايات والمخلفات الناتجة من المستشفيات والمؤسسات الصحية، من اخطر واهم مصادر المخاطر البيولوجية لما تحتوي هذه النفايات من بيئة مثالية وخصبة لنمو أشرس أنواع البكتيريا والفيروسات والفطريات. كمان دي البكتيريا والفيروسات والفطريات دي اللي بتبقى موجودة في بيئة المستشفيات وبيئة المعامل وبيئة بعض الأماكن اللي هي فيها تداول لبعض المواد الكيميائية البيولوجية، دي بتنتقل للعاملون في المستشفيات والمعامل من خلال الاستنشاء ومن خلال اللمس وكافة طرق التعرض الأخرى للمخاطر البيولوجية. عشان كده لابد ان احنا نتعرف على ماهية المخاطر دي وماهية المخلفات دي وماهية انواع الفيروسات والبكتيريا المختلفة اللي بيتعرض ليها العاملين في الاماكن دي، واماكن تولدها ايه، وكيفية التعامل معها، وكيفية التخلص من هذه النفايات، بيتم التخلص منها ازاي بدون احداث اي تلوث للبيئة الخارجية. كمان المخاطر البيولوجية دي ليها تأثير قوي وخطير عند التعرض ليها، زي ما قلنا قبل كده تؤدي الى وفاة، تؤدي الى اصابة بامراض مزمنة وامراض خطيرة واحيانا امراض معدية، وتكمن في التعرض للكائنات الدقيقة الحية المعدية وإفرازاتها السامة والطفيليات اللي بتكون موجودة في النفايات الخاصة بالمستشفيات. طيب أسباب الإصابة بالمخاطر البيولوجية دي إيه؟ أول حاجة عندنا في أسباب الإصابة بالمخاطر البيولوجية عندنا العدوى من المرض. العدوى دي سبب أساسي من أسباب أو من مخاطر اللي هي المخاطر المتعلقة بالمخاطر البيولوجية. عندي برضو الطعام الملوث، وعندي المكان الملوث، ولذلك تلاقي دلوقتي أغلب الناس في الفترة اللي احنا فيها في ظل وجود هذا الفيروس اللعين، يعني ربنا يخلص العالم منه بإذن الله ويعافينا ويعافيكم، لابد ان هم دايما بيعملوا عملية تطهير لإيديهم بصفة مستمرة إذا قاموا بالمصافحة على الناس أو ركبوا أماكن يعني بيركبها ناس غيرهم، يعني أو استعملوا أدوات متداولة ما بينهم وما بين ناس آخرين. نيجي بقى للأنواع الثلاثة الأساسية للعوامل البيولوجية التي تسبب إصابات وعدوى ومخاطر كبيرة في مكان العمل. هنلاقي عندنا البكتيريا. البكتيريا دي عبارة عن كائن حي دقيق وحيد الخلية يعيش بالتربة والماء والهواء. وبعض أنواع البكتيريا بكتيريا نافعة، والكثير من أنواع البكتيريا بكتيريا ضارة تؤدي إلى مخاطر كبيرة للإنسان والحيوان وحتى التربة. الفيروسات بقى دي كائنات طفيلية دقيقة يمكنها التوالد فقط داخل الخلايا الحية، يعني هي عشان مش زي البكتيريا، البكتيريا ممكن تعيش في التربة، تعيش في الهواء، تعيش في المية، إنما البكتيريا لابد أنها تعيش جوه جسم كائن حي،
تعيش جوه جسم انسان، جوه جسم حيوان، وتتوالد وتتحور داخل هذه الاجسام. عندي بقى بعض الحاجات برضو اللي هي يعني او النوعيه الثالثه من الكائنات الخطيره التي يعني تؤدي الى مخاطر بيولوجيه، اللي هي الفطريات. الفطريات دي نباتات، بس نباتات بينعدم فيها الكلوروفيل والهيكل المعتاد للنباتات زي الأوراق والجذور والخضروات. النباتات أو الفطريات طبعا كلنا بنشوفها، أحيانا بنشوف هذه الفطريات دي لو أنت مثلا سبت عيش بره الثلاجة ونسيته جوه شنطة أو نسيته جوه أي حاجة، أو تلاقيه بقى بدأ يربي فطريات. في البداية بتبقى بيضة، ساعات تيجي تربي فطريات كده لونها لون أخضر، أحيانا بتبقى في تتربى على الأطعمة اللي مش محفوظة بطريقة جيدة. وعلى فكرة هذه الفطريات خطيرة جدا وفيها درجة من السمية، لكن مثلا هتلاقي في بعض الأطعمة بيبقى فيها فطريات يعني طبيعية يعني ملهاش خطر، بل أحيانا بتبقى نافعة في بعض الأطعمة، وأنا مش عايز أذكر إيه هي الأطعمة دي. لكن مثلا حاجة واحدة اللي هي الجبنة ريكفور، جبنة ريكفور اللي هي الجبنة الفرنسية، اللي هي جبنة بيبقى فيها أجزاء خضراء أو زرقاء، ودي تعتبر من الفطريات النافعة. طيب إيه هي بقى مخاطر العمل الطبي؟ يتعرض العاملين في مجال العمل الطبي للمخاطر البيولوجية عن طريق إيه بقى؟ إنه مثلا وخز الإبرة، يعني يبقى مثلا إبرة إدى حقنة لحد ومغطاش السن تاني كويس، فيجي حد يمسك الإبرة فيحصل له شكة من الإبرة دي، فممكن تنقله مرض أو فيروس عن طريق ده. برضو الأدوات الحادة الملوثة اللي هي الأدوات اللي بيستخدمها الأطباء في الجراحة دي، لابد طبعا أنها بتخش بتتطهر تاني بطريقة معينة، وبتعرض لإشعة معينة ودرجات من الحرارة ومياه ساخنة وأكثر من مطهر على أساس أنه هو يقدر يعيد استخدامها تاني وما تسببش عدوى مباشرة. طبعا في العدوى عن طريق التنفس. طيب في عندي مخاطر العمل العادي بقى، يعني اللي بيتعرض ليه اي حد في العمل العادي زي الاعمال اللي احنا فيها. يمكن ان يتعرض العامل للتلوث من خلال ايه؟ الوغز، يعني الشك يعني، والادوات العمل الحاده اللي موجوده في مكان العمل اللي ممكن تكون ملوثه، الاكل في اماكن غير مخصصه وملوثه نتيجة العمل أو استخدام الأيدي ملوثة، العدوى طبعا في دورات المياه والمغاسل، دي يعني من الحاجات يعني والعياذ بالله الخطيرة جدا جدا، لأن ممكن حد مريض يستخدم دورات المياه والمغاسل ولما يتمش تنظيفها بشكل جيد، فدي من الحاجات الخطيرة جدا جدا اللي هي العدوى في دورات المياه والمغاسل. عايز أقول إن احنا لما ندخل في بعض الاماكن اللي هي يستخدم فيها دورات المياه لعدد من العاملين، لابد ان احنا يبقى معانا مطهر. لو هنستخدم اللي هي قاعدة الحمام هنستخدم يعني يبقى معانا مطهر ومعانا الصابون بتاعنا ومعانا المناديل بتاعتنا داخل كده، مجهز معايا شنطة بستعملها في المكان ده، بطهر المكان بتاع القعدة. إذا كان في ساعات في أنتجت الشركات حاجة كده زي المناديل الورق بتتحط على القعدة، بس بعد برضو ما أطهرها كويس وامسحها كويس وأحط عليها الأداة دي، وبرضو أطهر إيدي كويس، وبعد ما يعني أخلص برضو لابد أن أنا أطهر المكان للي هيستعمله بعدي، يكون معايا كيس بلم فيه النفايات اللي نتجت عني الورقية وحطها في الكيس ده وارميها، وكيس ده مقفول. برضو اغسل ايدي كويس جدا جدا، وبعد ما استعمل الصنبور او الحنفية
واغسل ايدي بالصابون، لو معايا مثلا اي مطهر اطهر ايدي تاني، لان انا وانا بفتح الحنفيه وبقفل الحنفيه مش عارف مين فتح الحنفيه وقفل الحنفيه قبلي وكانت ايده يعني كويسه او مش ملوثه. دي حاجه لابد ان احنا نراعيها جدا عند استخدام دورات المياه في اماكن او دورات مياه بيكون متداوله للجميع. عندي برضو التلوث من مصادر المياه. التلوث من مصادر المياه والخزانات غير النظيفة المستعملة للشرب أو التنظيف، بتلاقي دلوقتي يعني أو مش دلوقتي من فترة طويلة جدا، في عشان كان في مثلا فترات ممكن تنقطع فيها المياه، فبيبقى في خزانات في الوزارات وفي الهيئات وفي الشركات وفي الأماكن العمل بتخزن مياه. المياه دي احنا بقى بنستعملها في كافة استخداماتنا داخل العمل. طبعا في بعض الاماكن بتوفر فلاتر لتنقيه المياه المستخدمه في الشرب في اماكن العمل، لان طبعا مش كل الناس عندها القدره انها تشتري زجاجات مياه معقمه ومعدنيه عشان تستعملها على مدار اليوم، لان الانسان محتاج على مدار اليوم كميه من المياه ما تقلش عن 2 لتر. يعني المياه دي مهمه جدا جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك وجعلنا من الماء كل شيء حي. الميه بتحيي الخلايا، الميه بتشغل، لما بشرب ميه كتير بتشغل عندي الاجهزه الحيويه بتاعتي، بتشغل الكلى، بتشغل كمان، بتعمل عمليه سيوله طبيعيه في الدم، مش السيوله المرضيه، مش سيوله الدم المرضيه لا، يعني بتخلي الدم يعني ايه السيوله بتاعته شغاله كويس، فبتقل من الامراض المتعلقه بالضغط. عايز اقول لكم حاجه، ان الميه تعتبر احد انواع العلاج اللي اوصى بيها كبار الاطباء في العالم. يعني سيادتك مطلوب منك او سيادتك مطلوب منك انك تشربي في اليوم ما بين لتر ونص لاتنين لتر ميه، ماشي؟ طبعا للناس اللي هي يعني ما عندهاش امراض خاصه بالكلى او الغسيل الكلوي، ربنا يا رب يشفي كل مريض، لكن مطلوب ده قوي. ليه؟ لأن ده بيؤدي لأن الجسم يبقى دايما عنده يعني مقاومة للكثير من الأمراض، بيقلل نسبة السكر في الدم، بيقلل نسبة الأملاح في الدم، بيعمل عملية معادلة لدرجة حرارة الجسم ما بين يعني الجسم ودرجة الحرارة اللي حواليه، بيغسل الكلى يعني عايز أقول لكم بالظبط المية دي بتغسل الجسم من جوه ومن جوه وبتعيد نشاطه وحيويته. فلابد طبعا ان احنا نراعي استخدام المية بصورة دوية وشرب المية بصورة دوية، وان احنا نراعي ان احنا المية اللي احنا بنستعملها للشرب دي تكون مية نظيفة ومش مية ملوثة. طيب طرق الاصابة بالمخاطر البيولوجية كثيرة. عندنا الاصابة عن طريق الاستنشاق او تلوث الهواء بالفيروسات او بالميكروبات، او عن طريق المأكل والملبس، الطعام الفاسد واستخدام المياه الملوثة، او عن طريق الجلد والحشرات الضارة والميكروبات، او الامراض اللي بيسببها الاخطار البيولوجية زي والعياذ بالله اللي هي التيتانوس والملاريا والبعض اللي هي انواع البكتيريا والفطريات اللي هي بتسبب امراض جلدية. طيب كيفية الوقاية ايه من المخاطر البيولوجية؟ عشان نعمل عملية وقاية من المخاطر البيولوجية انا محتاجين ان احنا يبقى فيه نظافة شخصية مستمرة، من حيث الملبس، مكان الاقامة، المأكل، رش مبيدات يعني قاتلة للحشرات والجراثيم داخل مكان العمل او المنزل. بس رش المبيدات ده موضوع برضو لابد ان احنا نعرف ان هو ليه خطورة كبيرة جدا. انت بترش المبيد وبتغلق المكان، المكان ده لو فيه كائن حي سواء كان انسان او المكان متواجد فيه قطة او متواجد فيه كلب او متواجد فيه اي حي اي كائن اخر، المبيدات دي طبعا ليها تأثير سمي، فلابد ان احنا المكان اللي هو بنرشه ده نقفله كويس وما يتواجدش فيه كائن حي لغاية اليوم التالي. كمان مش كده بس، طيب المبيد ده تراكم على سطح الايه
المكان اللي احنا بنستخدمه، رشيته على مكتب، رشيته على كرسي. طيب ما انا هرجع بعد كده ان انا اسند بايدي كده واحط ايدي كده، وبعد كده ممكن اطلع الساندوتش بتاعي واكله بايدي وانا بقى ايه واثق ان انا مستخدم مكاني. لابد ان يعني انا بعد ما بستخدم مبيدات يبقى في معايا سائل مطهر معين يزيل اثر المبيدات دي من الاماكن اللي انا بلمسها بايدي، او اراعي كويس قوي ان انا اذا لمست المكتب بايدي بعد رش مبيدات او حاجه زي كده ان انا اطهر ايدي كويس قبل ما اتناول اي نوع من انواع الاطعمه. برضو يعني عدم استخدام اي ميه ملوثه لاي اغراض شخصيه، العمل على مقاومه الحيوانات الناقله للجراثيم والميكروبات من الفئران والكلاب الضاله والقطط الضاله ومقاومتهم هنا طبعا اللي هي الكائنات اللي هي زي الفئران مثلا، دي كائنات يعني تعتبر يعني من الكائنات اللي هي الضاره جدا، فبيتم التخلص بيها بالصوره اللي هي وضع سم وحاجات زي كده. لكن طبعا الكلاب والقطط يعني دي برضو يعني كائنات من الكائنات الحية اللي هو يجب إلى حد كبير الحفاظ عليها، لأن وجودها في المجتمع أحيانا بيكون وجود رباني، بيكون وجود أحيانا بيعمل وقاية للمجتمع من حاجات معينة، لكن طبعا إذا ما زادتش عن حد معين. وعايز نحكي قصة مرتبطة بالأمر ده، إن في إحدى دول شرق آسيا تقريبا كانت الصين أو روسيا، في مرة من المرات يعني حصل نوع من الهياج الشديد والنباح الشديد للكلاب بتاعت المدينة دي، لدرجة إن السلطات من جراء هذا النباح والصوت العالي والهياج الشديد للحيوانات دي أجلت اللي هي يعني المواطنين من المدينة دي، وبمجرد جلاء المواطنين على المدينة دي حصل زلزال كبير جدا أدى إلى تهدم المباني بصورة كبيرة في المدينة دي. ولكن كان اللي عملته الكلاب دي في المكان ده أنقذ حياة كل سكان المدينة دي. لابد إن احنا يبقى في طبعا تطعيم ضد الأمراض المعدية والخطيرة في مراكز الصحة عند ظهورها أو إصابة في أماكن العمل أو المنازل، زي تطعيم دلوقتي اللي قايمة به الدولة اللي يعني تطعيم لمقاومة وباء كورونا، اللي احنا يعني بدأ ياخدوا معلمين في المدارس وبياخدوا العاملين والموظفين في أماكن العمل. طبعا لابد ان يحصل عزل المصاب بعيد عن زملائه واهله واصدقائه الى ان يتم الشفاء من هذه الامراض اللي ممكن تكون امراض معدية. ارتداء مهمات الوقاية وملابس الوقاية الشخصية اثناء العمل داخل الاماكن اللي هي بيبقى فيها مخاطر بيولوجية او فيها ميكروبات وفيها جراثيم، قفازات بقى والبدل والنظارات والاحذية المطاطية وكل الحاجات اللي ممكن تقيني من مخاطر العمل البيولوجي. طبعا في برضو من المخاطر اللي هي يعني هنختم بيها خطر الحريق، وده هنفرد له حلقة خاصة بيه. الحرائق تسبب في قتل أو إصابة العمال بحروق، وبتدمر المنشآت والآلات والمعدات، وبتعمل خسائر مادية ضخمة جدا جدا. لابد إن المكان يبقى مجهز تماما بأجهزة إنذار ضد الحريق، وضع خطط لإخلاء المنشآت من العمال، وإنشاء أبواب للطوارئ وعلامات فسفورية توضح أماكن وجود هذه الأبواب، بنستخدم بطاريات كمصادر للطاقة ومعدات مناسبة لإطفاء الحريق. ويعني هنتوقف عند هذا الأمر، وإن شاء الله ربنا يوفقنا ونعمل حلقة مهمة جدا عن مخاطر الحرائق في أماكن العمل وكيفية الوقاية منها، وما هي المواد التي تتناسب لإطفاء الحريق في مثلا يعني مواد صلبة والمواد سائلة، يعني بأمر الله هناخد حلقة كويسة إن شاء الله عنها. أرجو أن حلقة النهاردة تكون مفيدة، أرجو أن الطلبة بتوع التعليم الفني والتعليم الصناعي على وجه الخصوص يكونوا استفادوا أو يستفيدوا من هذه الحلقة، وأرجو أيضا إذا أن يتم تداول هذه الحلقة بين العاملين في أماكن العمل المختلفة، لأنها برضو ممكن تديهم دلالات
عن كيفية وقاية أنفسهم داخل أماكن العمل. وإلى هنا انتهى وقت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.